وبينما كان الكاظمي يصل واشنطن لإعادة موازنة العلاقات الخارجية للعراق ولو تحت زخات الكاتيوشا، كان هناك على ما يبدو من يريد أن يقحم برسائله في الزيارة وليقول ربما القرار ليس بيد الكاظمي. فشهدنا بالأمس موجة اغتيالات عنيفة لناشطين. محاولات الاغتيال في العراق تحصل في الجملة، والاغتيالات طبعا، 5 محاولات استهدفت أصواتا مدنية عراقية في يوم واحد، بعضها فشل وأخرى نجحت في إخماد أصوات مدنية. مسلحون في البصرة اعترضوا سيارة تقل الناشطة في الاحتجاجات رهام يعقوب، إضافة إلى عدد من رفيقاتها وسط البصرة، وأطلقوا الرصاص تجاههم، فلقيت يعقوب وأحدى رفيقاتها حتفهما وأبكت مدينتهما. في البصرة أيضا إطلاق نار على سيارة الناشط فلاح الحسناوي وخطيبته التي قتلت على الفور، بينما استقرت 7 طلقات في جسد الحسناوي وحاليا يتلقى العلاج. شمالا إلى بغداد وقعت محاولة اغتيال بحق الناشط زيدون عماد الذي كان من أوائل المعتصمين في ساحة التحرير وسط بغداد ولم يكن وحده في العاصمة. مصادر أكدت نجاة المسعفة في ساحة التحرير انتصار ناهي من تعرضها لعملية طعن في ساحة التحرير.